قررت لجنة الصحة والبيئة النيابية اعتماد قرار مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بخصوص شحنة القمح البولندية، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة النائب الدكتور رائد حجازين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بحضور رئيس لجنة النزاهة النائب مصطفى الرواجدة ووزيري الصحة الدكتور علي حياصات والصناعة والتجارة والتموين الدكتورة مها علي، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هاي العبيدات، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن، ومدير عام الصوامع الدكتور حسون محيلان، ومقرر لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور زكريا الشيخ. وقال النائب حجازين إن النتائج المتوفرة لدى مؤسسة الغذاء والدواء تتحدث عن وجود 45 طنا من الحبوب الملونة وأكثر من 84 طنا من الحبوب الضامرة، وهي صالحة للاستهلاك البشري لكنها مخالفة للقواعد الفنية، مشيرا إلى أن مؤسسة المواصفات أكدت أن الشحن بهذه الأرقام تكون مخالفة للقواعد الفنية. الغذاء والدواء أجاز الشحنة، هلا لو الغذاء والدواء أجاز الشحنة لم الشحنة الآن متحفظ عليها، هي واحد. هلا في ظل الأرقام اللي حكيتها، يعني أنا هلا إحنا حطيتونا بحيس بيس، صحيح. المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتعطيني أنا 45 طن وانت بتقول لي 400 كيلو، رفعت لنا اياها على البيع على 800. هلا ولذلك انا بدي اقترح على اللجنه وامامكم ان نشكل لجنه ونطلع على الشحنه بكره. نطلع على الشحنه بكره. نحن لسنا اصحاب قرار كما اسلفت، احنا نواب، احنا مو اصحاب قرار، ولكن احنا نؤيد الناس الفنيين اللي هم متمثلين في الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، ونحن نؤيد، احنا مع وزارة الصحة ومع وزارة الصناعة والتجارة، احنا مش شريكين، مش طرفين، بس لازم احنا وياكو نعمل معا لمصلحة المواطن. بدوره أكد النائب الرواجدة أنه لا اجتهاد في النص بعد أن أعلنت مؤسسة الغذاء والدواء عن أن نتائج المختبرات لديها تتحدث عن أرقام مخالفة للقواعد الفنية، ما يعني أنه لا حاجة للبحث في الأمر، وإنما لا بد من الاستسلام لقرار المؤسستين والأخذ به ورفض إدخال الشحنة وإعادتها للمصدر. عندما يقول القاعدة الفنية والمواصفات لا تسمح، نقطة. إذا دخلنا في باقي الأمور، قاعدة فنية ومواصفات في الأردن تطبق، لا يسمح بهذه الأسباق، والأخت مسؤولة المختبر بتقول هذه الأسباق ما عندنا، ما فحصنا هل هي ضارة أو سامة، هذا لا يعني، مجرد هذه الصبغة مخالفة. وأنا مع ما طرحه عطوفة مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، وكان رأيه فني ومنطقي وموضوعي بهذا الاتجاه. نتكلم عن كميات ليست قليلة، 45 طن و 82 ضامر، فطريات تكلمت الأخت قيمة المختبر أنه ضمن الحدود المسموح فيها، هذا احنا متفقين معك، بس عندنا 45 طن ملون، وإحنا القاعدة الفنية في الأردن بتقول لا يسمح باستيراد حبة واحدة بصبغة. النائب الدكتور زكريا الشيخ مقرر اللجنة تساءل إن كانت الأصباغ والألوان مضافة إلى القمح أم هي موجودة في البذرة نفسها؟ الزبن ممكن تكون نتيجة التلوث، الميكس، التحميل، التنزير، ولكن 45 طن يكون شوائب يعني لا يقبل العقل. أنا سألت الدكتور حيدر الزبن سؤال المرة الماضية وكنت أتمنى أن يجيبني على هذا السؤال. القواعد الفنية للقمح تقول أن يكون خاليا من اللون، وللمعلومية أنا رأيت أن التعديل الذي طرأ على القواعد الفنية التي ستعتمد في شهر 3 شالوا منها كلمة اللون، وأنا بدي توضيح أيضا من لماذا تم يعني إزالة كلمة اللون، هل هو نتيجة محاولة تجنب مثل هذه الورطات، مثل هذه الشغلات؟ هل اللون هو اللون it was generated from the seed، generated من الحبة نفسها، or it was contaminated or it was mixed with the seed؟ أعطيني بالنسبة للقاعدة الفنية ماذا يعني اللون، هل هو ناشئ من الحبة نفسها وبدأت الحبة تتغير، أم أنه طرأ على هذه الحبة اللون التلون؟ من جهته قال الدكتور حياصات إن الوزارة لا تقبل التشكيك بدقة وصحة نتائج المختبرات
التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء، ولن يقبل أن يكون هناك خلل في شحنة القمح أو غيرها، مشيرا إلى أن الحكومة كانت متشددة في وضع قانون الغذاء لمنع التساهل في غذاء المواطن. لا يضير أن نتوجه نشوف بعيننا، والله احنا بنعد الحبات كمان، خلي جهة ونتفرج كيف عدوها ونحسب، والحساب سهل، ماكيناتنا موجودة معانا والقصة ثابتة. إن كان الأمر وقع منها القشاط من اللي بيبين إن 400 كيلو وهي واضحة القصة، وإن كان 45 طن ما ظنش في قشاط عليه 45 طن، فهي مخالفة وهذا كلام مرفوض جملة وتفصيلا. بدورها شددت الدكتورة علي على أن الوزارة معنية بعدم التهاون والتساهل بخصوص غذاء المواطن، لكن هناك نتائج لمؤسسة الغذاء تتحدث عن صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري ومخالفتها للقواعد الفنية بناء على ما خلصت إليه مؤسسة المواصفات والمقاييس. في عطاءاتنا احنا، عطاءات اللي بنطرحها كوزارة، عندنا شروط معينة، موضوع اللون مش من ضمن هذه الشروط، لكن احنا في الآخر دعوة العطاء تنص على أن المواد عندما تصل أن تكون مطابقة للقاعدة الفنية الأردنية. من جهته أشار الدكتور الزبن إلى أن أي لون يطرأ على القمح يكون جزءا منه متعلق بإضافة صبغة، والجزء الآخر نتيجة لتعرض القمح للفطريات التي تعمل على تغيير اللون، وهذا يشكل خطرا على صحة الإنسان. وأبين أن القواعد الفنية تسمح لغاية 800 كيلوغرام من مقدار الشحنة لوجود اللون، ولكن ما أشارت إليه نتائج مختبرات الغذاء والدواء تتحدث عن 45 طنا، وهذا أمر مرفوض ولا يمكن لنا أن نسمح بدخولها. القمح الذي أنا رأيته ليس مبخر، لأن الأتربة والأشياء موجودة وليس مغسول، فهذه الحبوب اللي 1 إلى 3 حبات في بعض العنابر في 100 جرام اختلفت، ما كانت المعلومة لدي أنها 6 كيلو، 3 جرامات 3 حبات في 6 كيلو. وعبر النواب الحضور عن دعمهم لموقف مؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ومساندتهما لدورهما الوطني في الدفاع عن غذاء المواطن والمحافظة عليه، مشيرين إلى أن الجميع حريص على حماية الأمن الغذائي بمن فيهم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة.